لو أخذنا الرواية الأولى التي ظهرت قبل الحذف على القناة 14 الإسرائيلية، وهو إطلاق نار من الجانب المصري، هل يمكن القول بأن هناك رسائل يحملها هذا الحدث، خصوصا أنه يأتي في ظل توتر وغضب مصري إزاء ما يحدث في رفح؟ طبعا الغضب المصري موجود وغضب الشعب المصري موجود، ولكن حكمة القوة للجيش المصري هي التي تريد أن تتعامل مع الموقف، لأن مصر هي الدولة التي تقوم بالوساطة، الدولة التي تقوم بإدخال المساعدات العسكرية، المساعدات عفوا الإغاثية والإنسانية لفلسطين. هناك 6 معابر لا يعمل إلا معبر كرم أبو سالم، كان معبر رفح هو الأساس في إدخال تلك المساعدات. هناك غضب كبير جدا. هذا الغضب يعني إسرائيل لا تستطيع أن تقاوم هذا الغضب المصري، وبعتقد أنها ستقوم بعملية تخفيف، حتى عندما اللواء الجفعاتي الذي انسحب من منطقة معبر رفح، أعتقد أن ذلك بيصب في عملية الدخول إلى أو الاستماع إلى الإرادة المصرية التي تريد خفض التصعيد وإيقاف إطلاق النار وحل سياسي ودبلوماسي. ما يحدث على المعبر، وعندما لا تكون هناك بيانات من المتحدث المصري، أعتقد أن احنا يجب ألا نزيد في ذلك حتى يتم وضوح الحقيقة. هناك غضب، نعم هناك غضب، هناك قوة مصرية واقفة على الحدود المصرية الإسرائيلية ومع قطاع غزة، أعتقد ومع رفح، أعتقد أن ذلك يؤدي إلى يعني لا يجب أن نزيد التوتر في تلك المنطقة. وخشية الغضب المصري وغضب القوات المسلحة المصرية، إسرائيل لا تقدر على ذلك، وبالتالي عندما تقوم قوات الرقابة العسكرية الإسرائيلية بمحو كل ما تم ذكره، أعتقد أن ذلك في سبيل عدم التصعيد في ذلك. لكن الغضب موجود، وأعتقد أن إسرائيل يعني تحس بهذا الغضب المصري، نعم. بل والغضب العربي والغضب من المجتمع الدولي، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية عندما قامت ب يعني المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرارات يعني أنها تلقي أو اعتقال قادة سياسيين وعسكريين في إسرائيلين، ومحكمة العدل الدولية عندما تقوم بإصدار قرار بوقف إطلاق النار في رفح، أعتقد أن إسرائيل لا تجابه بكل تلك القرارات الدولية. احنا شفنا طيب يعني سيادة اللواء، بيان من فقط الخارجية أود نعم سيادة اللواء فقط أريد أن أشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مصادر مصرية، وهو خبر خاص بالتلفزيون العربي، يقول إن إطلاق النار جاء ابتداء من الجانب الإسرائيلي، وليس كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جنودا مصريين بادروا بإطلاق النار على أو باتجاه الجانب الإسرائيلي. سيادة اللواء، يعني هذا الكلام ماذا يعني؟ أن يكون الإسرائيليون هم من بادروا بإطلاق النار باتجاه الجانب المصري، سواء على جنود مصريين أو منشآت مصرية في هذه المنطقة؟ أعتقد أن هناك تقبط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد المجزرة التي تمت ضد غرب رفح أمس، واستشهاد وجرح وإصابة أكثر من 200، هي لا يعني هي خوفا من المقاومة الفلسطينية التي تلحق بها الخسائر، فهناك إطلاق نار عشوائي ممكن أن يحدث، ولكن بيلاو أن الموقف المصري صلب. الموقف المصري يعني كما ذكرت سابقا في حكمة في التعامل مع الموقف بالرغم من قوة الجيش، ولكن هناك بيتبع هذه الحكمة. ولكن عندما يزيد الاستفزاز ويمس أي جندي مصري، أعتقد أن ذلك لن يكون في صالح الطرف الإسرائيلي. طيب هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل مصالح مصرية، حدث ذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منها استهداف برج للمراقبة بدبابة إسرائيلية، ووقع عدة إصابات.
إلى متى يمكن أن يتحمل الجانب المصري، وطبعا بناء أيضا على الأنباء التي ذكرتها قبل قليل، إسرائيل هي التي بادرت بإطلاق النار أيضا على الجانب المصري مرة جديدة، إلى متى يمكن أن يتحمل الجانب المصري كل هذه الاستفزازات الإسرائيلية؟ يضاف إلى ذلك أيضا الوضع الأمني المتوتر على الحدود المصرية في رفح وفي منطقة، أيضا المنطقة المشمولة بالاتفاقات بين الجانبين ودخول الآليات العسكرية الثقيلة. طبعا دخول هذه الآليات العسكرية في زي ما سيادتك بتقول في محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، أعتقد أنه تم خروج كل تلك الآليات العسكرية، ولكنها كانت صورة يريد رسمها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنها صورة للنصر من دخول المركبات والدبابات الإسرائيلية عليها أعلام كبيرة جدا، نوع من أنواع يعني تحقيق صورة نصر، لأنه على الوضع على الأرض لا يستطيع أن يقوم بكسر إرادة المقاومة الفلسطينية، فيتجه إلى استهداف المدنيين العسكريين المدنيين الفلسطينيين زي ما احنا شفنا في كل يوم، ولكن بيلاقي مقاومة بتلحق به الخسائر، بتقوم بأسر عدد من الجنود، بتقتل الجنود، بتدمر آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية. أعتقد أن مصر لو يعني جندي واحد اتمس منه شعرة واحدة، أعتقد أن ذلك سيكون وبالا على إسرائيل. ولكن لجان الاتصال، احنا نعلم كلنا أن هناك لجان اتصال عسكرية ما بين مصر وبين إسرائيل، بيتم يعني مراجعة كل تلك الخروقات لو كانت حصلت، وبيتم يعني تنسيق المواقف في عدم اتساع دائرة الصراع وعدم الزج أو الحرب بالإكراه. احنا عندنا أحد أساليب وتكتيكات حروب الجيل الرابع هو الحرب بالإكراه، لكن بنجد أن القوات المسلحة تحافظ على أمنها القومي وعلى حدودها وسيادتها. لو تم الماس بأي جندي، أعتقد أن ذلك بيكون له سيناريو آخر، ولن تلتفت مصر، بالرغم من أن الاتفاقيات الموجودة مصر بتلتزم بها، ولكن ما يمس أمنها القومي شيء وشأن آخر. طيب، هذا يطرح سؤالا عن ما الذي يمكن أن يمس الأمن القومي أكثر من إطلاق النار على الجنود المصريين في المناطق الحدودية؟ ما الذي يمكن أن يمس الأمن القومي المصري أكثر من خرق الاتفاقات الثنائية من خلال إدخال الآليات الثقيلة، حتى ولو كما ذكرت سيادة اللواء في استعراض، ما الذي يمكن أن يمس أيضا أكثر من استهداف برج للمراقبة المصرية ومن إشعال حرب على الحدود المصرية في رفح، وأمس مجزرة كبيرة كانت موجودة؟ والله أنا يمكن جاوبت على هذا السؤال ده وقلت أن هناك النيران، أن هناك تخبط في عمليات عسكرية إسرائيلية بتقوم بها في تلك المنطقة الحساسة، وممكن أن يكون هناك نيران صديقة هي من تقوم بإطلاق، هو يريد أن يطلق على الفلسطينيين، هو هناك خوف وهناك ضعف بيشتت النيران في أي اتجاه. أعتقد أن لجان الاتصال العسكرية هي من تقوم بالتحقيق في ذلك، وأعتقد أن إسرائيل لا ترغب في أنها تستفز مصر، لأنها تعلم قوة الجيش المصري وتعلم أن مصر هي الدولة التي تقوم بالوساطة، وخاصة بعد يعني إسرائيل ما عانت من رجال المقاومة الفلسطينية والمظاهرات التي تتم من أسر الرهائن الإسرائيلية لدى حماس والمظاهرات اليومية التي تتم، أعتقد أنها ترغب في أن تصل إلى يعني وتحقيق بعض أهدافها اللي كانت بتقول تحرير الرهائن بالقوة العسكرية وفشلت، الآن هي تريد تحرير الرهائن من خلال الاتفاق ودولة وازنة، دولة وساطة هي مصر وهي قطر، هي من تقوم بالولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن ذلك ما يسبق تنفيذ تلك الهدنة، وأعتقد أن ذلك تعتبر مرحلة تسمى مرحلة عض الأصابع، أن إسرائيل يعني محكمة العدل الدولية تعطي قرار
بالوقف إطلاق النار في رفح وتقوم بتلك المجزرة. هي طيب للضغط فقط اريد ايضا تعتبر يعني حرب في جميلة. نقطه اخيره، وعذرا على المقاطعه حتى لا يدركنا الوقت، في نقطه اخيره، هذا النوع من الاشتباكات وان كانت محدوده هي في نهايه الامر احداث تقع عندما يكون هنالك توتر امني، هل يمكن القول بأنه يمكن أن يترتب على ذلك الشيء على الصعيد الأمني، خصوصا أنك ذكرت هنالك تواصل على المستوى الاستخباراتي بين الجانبين، هل يمكن أن تكون هنالك توصيات أو ترتيبات معينة بحيث أن لا يمتد الموضوع إلى ما هو أكبر من ذلك؟ أعتقد أنه كان أول أمس هناك يعني اتصال تليفوني ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إدخال المساعدات وضغط مصر على فتح معبر رفح وانسحاب إسرائيل من هذا المعبر، ومصر والسلطة الفلسطينية هي التي تدخل المساعدات من معبر رفح، وكيف أن معبر كرم أبو سالم زي ما تم إدخال 200 شاحنة أمس. أعتقد أن ذلك بوادر بتصب في عندما يتم سحب جفعات من منطقة رفح والمسؤولة عن معبر رفح من الاتجاه الفلسطيني، وعندما يكون هناك اشتباكات ضارية بتتم، أعتقد أن ذلك ما يكون قبل بداية التوافق على هدنة لإطلاق سراح الرهائن. اللي أنا بعتقد أن ورقة الرهائن الإسرائيليين مع رجال المقاومة الفلسطينية هي منحة في هذه المحنة، لأنها ستؤدي إلى نعم يعني تحقيق شكرا، الأهداف من قبل رجال المقاومة الفلسطينية حماس. شكرا لك لواء محمد الشهاوي الخبير العسكري والاستراتيجي من القاهرة.